تم ما الإجراءات التي تمت فيما يخص توجيه الدعم إلى المستحقين في إطار المرحلة الأولى برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ احنا بنتكلم هنا على المرحله الاولى عشان نروح للي احنا فيه النهارده، اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، بس بشرح لك عشان تبقى عارف انه ده ما حدش بيشرحه كتير او ما تشرحش كتير، ممكن يتشرح في لقاء، يتشرح في حاجات يتعمل، لكن مش بالطريقه اللي هي تصل. انا عايز المواطن اللي قاعد في الغيط يعرف الكلام ده، يبقى واصله يعرف الكلام ده. قامت الجهات المعنيه في اطار المرحله الاولى من برنامج بتبني اليات دقيقه لاستهداف الفقراء. شوفوا التركيز كله على ايه يا جماعه؟ الفقراء. الفقراء. الدوله ابدا عينيها على هؤلاء. وبناء قاعده بيانات قوميه بالاسر والافراد المستحقين للدعم. اهو يتم تنقيحها بشكل دوري بما يضمن اضافه مستحقين جدد، يعني مش قافلينها كل شويه بتعمل وتعمل تنقيه وتضيف ناس جداد وهكذا. وحذف غير المستحقين، في ناس كان عندها عربيات بتروح تقف تاخد عيش، عنده عربيات وبياخد عيش وعنده بطاقه تموين وعنده عربيه موديل مش عارف كان وقتها 19 واحنا كنا في 19 وقتها، يقول لك واقف اهو في الحته الفلانيه بيدور في الميدان الفلاني بياخدوا العيش. ليه؟ ضمانا لوصول الدعم الى الاسر الاكثر احتياجا. انت عاملها لدول الاكثر احتياجا والفقراء والاولى بالرعايه، هم دول المستحقين اللي انت الدوله بتدعمهم بتوفر لهم حاجتهم. مد مظله شبكات الامان الاجتماعي لكافه الفئات المستحقه. اللي بعده